السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا بالسنوات الماضية الأخيرة موضوع الجفاف، موضوع التصحر الكبير اللي عاشه بلاد ما بين النهرين، وأيضا موضوع ارتفاع درجات الحرارة بصورة علمية، أن التغيير المناخي هو يعني السبب الرئيسي بهذا الموضوع. دائما نسمع مؤتمرات عالمية، مؤتمر غلاسكو مصر وغيره، وكل الدول العالمية وقادة الدول من الصف الأول يشاركون بهذه المؤتمرات المناخية، ولكن مثل ما نعرف أن العراق حسب الأمم المتحدة هو خامس أكثر دولة أو أكبر دولة تأثرا بهذه التغيرات. الجفاف مستمر، ارتفاع درجات الحرارة مستمرة، التصحر الكبير بالأراضي الزراعية أيضا مستمر. شنو اليوم الحلول اللي تقدر اليوم الحكومة العراقية والجهات المختصة اللي تنفذها تخفف من هذه الآثار السلبية؟ وأيضا راح نتكلم على الشأن العالمي بموضوعات التغيرات المناخية. طبعا نناقش هذا الموضوع مع الدكتور عمر الشيخ الخبير بشؤون البيئة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. ربي يخليك دكتور. قبل ما نبدي وندخل في برنامج اليوم، أريد تعريف مبسط لهذه التغيرات يفهمها كل طبقات المجتمع العراقي. شكرا جزيلا. طبعا مفهوم التغير المناخي هو مفهوم قديم، يعني بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي. العلماء لاحظوا أنه أكو تطرف في درجات الحرارة، وعلى أساس هذا التطرف، ما أقصد بارتفاع فقط وإنما انخفاض وارتفاع، نعم، بدرجات غير مسبوقة، معدلات غير مسبوقة، وضعوا مجموعة من اللي يسموها التكهنات الرياضية أو يسموها بالتوقعات. خلال هاي السنة بدأت هاي التوقعات تظهر بشكل كبير. قبل 50 سنة كان التشاؤم موجود، وكان خطر الأنذار حول هذا الموضوع موجود في الكونغرس الأمريكي تحديدا. طبعا التغير المناخي هو ظاهرة بيئية طبيعية 100%. في بعض المصادر يعتبروها انتقام الأرض بكثرة يعني التدخل البشري اللي هو يسموه بالانثروبوجينيك امباكت، من بناء السدود، من عملية انشاء المصانع، من التدخل في الأنظمة البيئية وتغييرها مثل تجفيف المناطق الرطبة. كل هذا ادى الى حدوث تخلخل في النظام البيئي، وبالتالي حدوث ظواهر بيئية متعلقة بالمناخ يكون تأثيرها سلبي على الأنظمة البيئية الطبيعية في مختلف انحاء العالم، نعم، وتحديدا في شبه الجزيرة العربية اللي هو أو منطقة الشرق الأوسط هي أكثر تأثيرا، مثل ما وضح تقرير الجيو 6 يعني Global Environmental Outlook أنه العراق هو من ضمن الدول الخمسة الأكثر تأثيرا بهشاشة ضد التغير المناخي. زين، شنو السبب اليوم أنه الشرق الأوسط أكثر؟ طبعا مع العلم أنه الشرق الأوسط مو تعتبر أنه منطقة صناعية عالمية من الدرجة الأولى، يعني تضاريس الشرق الأوسط يعني خلتها في هذا الموقف الحرج، بأنه هي منطقة، هي أساسا منطقة صحراوية جافة بها السهوب والوديان الجافة، معدلات الأمطار تكاد أن تكون بها محسوبة، وأيضا امتداد لمناطق الربع الخالي وحتى الصحارى الأفريقية. فوضعها الجغرافي هو أعطاها أنه تكون في مقدمة الرعيل الأول في مواجهة هذا الخطر البيئي القادم. نعم. طبعا أنا قبل ما أحكي أنه هو العراق وسوريا حسب تقرير الأخير لناسا حددت 19 دولة من أكثر الدول هشاشة ضد التغير المناخي. نعم. العراق وسوريا هي في الدول الأولى في هذا التصنيف. في هذا التصنيف. تحديدا في بعض، طبعا هو هذا التغير المناخي له تأثيرات مالتي ديسيبلينري، يعني عدة قطاعات أو عدة سكترات. في قطاع الزراعة، في قطاع الصناعة، في قطاع الأمن الغذائي والأمن البشري، صحيح، في كثير من القطاعات، في قطاع البيئة. ففي موضوع قطاع المياه كان العراق هو الحصة الأكبر في كونه من المتصدرة، البلدان للأسف الشديد متصدرة في موضوع التعرض الإكسبوجر اللي يسموه. اليوم احنا نحكي على منطقتين أو دولتين مثل العراق وسوريا، أيضا احنا اليوم عندنا مثلا دول خليجية لا تمتلك أنهار، لا تمتلك مياه عذبة. إيش عجب أنه العراق وسوريا على هذه القائمة؟ سؤال جيد. طبعا هو التصنيف هذا ليس عشوائي، وإنما هذا التصنيف يعتمد على ما يسمى ب هشاشة المجتمع والإكسبوجر، يعني تعرضه للتغير المناخي. فكلما كان التعرض عالي لهذا المجتمع، نعم، كلما كانت يعني يوضع في مصاف الدول اللي هي في مقدمة التغير المناخي. نعم. هذا التعرض الإكسبوجر على مود تخففه mitigation، لازم أنت تكون عندك capacity adaptation، يعني أو adaptation capacity، قدرة التكيف.
هاي قدرة التكيف تجي في كثير من الأشياء، ممكن تكون قدرة طبيعية، يعني المجتمعات المحلية تكون صامدة تجاه هذا التغير، سواء كان ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، عندك قدرة على التخفيف، مثل أنه يصير كارثة طبيعية، أنه أنت شلون تقدر طبيعية، شلون تقدر تتوقع قبل الحدوث مثل ما يصير في دول الخليج، عندك مثلا توقع في شح المياه، شنو هي الأساليب البديلة اللي يمكن أنه تساهم في تقليل شحة المياه، فهذا كله يسموه بالأدابتيف كاباسيتي أو قدرة البلدان على التكيف. للأسف العراق هو يعني يمتلك قدرة قليلة على التكيف، ليش؟ هذا سؤال جدا مهم، لأنه هو انشغل في صراعات سياسية بديلا على المنطقة، وبالتالي أصبحت قدرته على التكيف قليلة مقارنة بالبقية لمحيطها. شو وقت العراق تأثر بالتغيرات المناخية؟ هو طبعا تاريخيا يعني هل مثلا قبل بال 2015 أو بال 91 أو بأي فترة؟ طبعا هذا سؤال جيد أيضا، لأن يعني البعض يقول أنه التغير المناخي عالمي، ليش العراق؟ احنا في موضوع التغير المناخي طبعا ارجع اكون انه هذا السبب يعود الى احد الزملاء هو صديقي الدكتور نظير في نقاش دائما معه. احنا ما نسمي تغير مناخي طبيعي، نسميه التغير المناخي البشري الانثروبوجينيك امباكت. شنو معناه؟ انه اضافه الى الانخفاض الطبيعي في درجات او عفوا الارتفاع في درجات الحراره الطبيعي نتيجه للتغير المناخي العالمي، ده يتآزر مع موضوع اخر يساعد في تقوية هذا التأثير أو يعني تصعيد هذا التأثير اللي هو إحنا نسميه بالتغير المناخي البشري اللي يساهم مثلا في مجموعة من بناء الأنظمة الهيدرولوجية لقطع المياه في منطقة معينة مثل السدود في تركيا وإيران. هذا يساعد على امتصاص قدرات التكيف للدولة العراقية ضد التغير المناخي بسبب شحة كبيرة في المياه، وهذا هو القطاع الأكثر هشاشة صراحة في العراق حاليا. هو ليس قطاع يعني احنا نسميه قطاع شبكي، يعني موضوع المياه هو في شبكة نتورك مع بقية القطاعات الأخرى مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالمصادر النفطية والطبيعية، مرتبطة بالتنوع البيولوجي وصون الطبيعة، مرتبط بالصناعة، مرتبط بحتى الأمن الغذائي والبشري في العراق. نعم اليوم حتى امنيا يعني يرتبط هجره السكان وهذا هذا الامور. في تقرير للاي او ام اللي هو يسموه الانترناشنال اورجنايزيشن فور مايجريشن اللي هو منظمه احد يعني منظمات المنطويه تحت برنامج الامم المتحده، تقرير صدر يعني خلال سنتين الماضيه انه يقول يعني قله شح المياه وتلوث المياه وندرة المياه بحيث وصل العراق في مرحله يسموها حراجه المياه، يعني في احتياج كبير للمياه، هو يساهم في التغير الديموغرافي للمجتمعات المحلية في محافظة تحديدا محافظات الجنوبية الواقعة في أبناء نهري دجلة والفرات البصرة والناصرية وعمارة، وبالتالي هذه المجتمعات تتغير نظامها التقليدي اللي عاشتها وراح تتوجه إلى نمط حياة آخر في مناطق متفرقة من العراق، فيصير ضغط على المحافظات الوسطى. نعم طبعا أحبة المشاهدين عندنا فيديو يوضح معلومات كثيرة حول موضوع التغيرات المناخية، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا أحبة المشاهدين. دكتور معلومات ومخاوف حقيقة، تهديدات مستمرة لأرض السواد، يعني رأيك بالحلول اليوم كحكومة عراقية؟ يعني أنا وصفت اليوم أن الحلول المحلية هي حلول بطيئة والتهديدات قاعد تسارع أكبر وأكثر، يعني اليوم هل الجهات المختصة عندها ناس يعني اليوم أكاديميين متخصصين بهذا الموضوع ممكن يستفادون من خبراتهم؟ أنا بس إذا تسمح لي على مود تكون حضرتك في الصورة وكذلك المشاهدين في الصورة، تخيل معي خارطة العراق. نعم. وأنطيك الوضع الحالي، وضع الراهن. عندك 22 سد على دجلة والفرات في منابعة في داخل الأراضي التركية، 14 على نهر الفرات وثمانية على نهر دجلة بقدرة استيعابية أكثر من 600 مليار متر مكعب من المياه، كلها شغالة.
بها 19 محطة كهربائية، إضافة إلى هذا المشروع كبير هو مشروع سد أليسو، ووراء سد روائي آخر هو سد الجزرة، هذا من شمال العراق. هاي جنوب شرق الأناضول. GIP project. نعم. المجموعة السدود. نعم. عندك من الجهة الشرقية الشمالية الشرقية، ها طبعا نحكي لك الأشياء اللي هي بشرية اللي من صنع البشر. نعم. بسبب تغير المناخ أيضا في دول الجوار، انحرافات يعني صنع اليد من أيام ما هي عبارة عن قنوات أو عبارة عن سدود مؤقتة لتحويل الروافد من حوض الشمال إيران، من مناطق يعني كردستان إيران باتجاه الجنوب. نعم. لأن هم عندهم شحة في المياه في منطقة أو في محافظة خوزستان بالأحواز، هاي من جهة أخرى. عندك في مناطق غرب العراق عندك تصحر وهجوم للكثبان الرملية كبير من جهة الجنوب الغربي، من جهة السماوة، من جهة السماوة، من جهة شمال البصرة ومحافظة المثنى. نعم. عندك شحة في الحركة المائية لنهري دجلة والفرات غير مسبوقة، وبالتالي مسطحات مائية في الأهوار العراقية ابتداء من جنوب الديوانية خلينا نقول باتجاه الفاو في انحسار مستمر. نعم. هذا كل هذا يعني كل هذا الموجود حاليا يرافقه انخفاض غير مسبوق في درجة في معدلات تساقط الأمطار وتساقط الثلوج وذوبانية الثلوج، وبالتالي الرافد لهذه الأنهار قليل جدا. نعم. وإضافة أيضا يساعد يعني وجود التغير المناخي الكبير يرافق ظاهرة الاحتباس الحراري بارتفاع متطرف في درجات الحرارة. نعم. طبعا دكتور أيضا نرحب بالأستاذ رعد الأسدي رئيس منظمة التشبايش أو التشبايش أو الجبايش التشبايش نقولها لازم للسياحة البيئية. أهلا وسهلا بك أستاذ رعد. أهلا وسهلا بك عزيزي، تحياتي إليك والأخي وصديق دكتور أمان شيخ. ربي يخليك نورتنا أستاذ رعد. يعني اليوم من أكثر المناطق تضررا بسبب هذه التغيرات هي الأهوار العراقية، وأنت من قلب هذه الأهوار، شنو الوضعية حاليا؟ يعني كيف اليوم تصف الصورة في الأهوار؟ بصراحة وضع الأهوار الآن وضع حرج جدا، فقدنا مساحات كبيرة جدا بالأهوار، فقدنا واحد من أكبر المسطحات المائية في أهوار جنوب العراق، وواحد من الخزين الاستراتيجي للتنوع الأحيائي في جنوب العراق اللي هو هور الأحوزة، اللي هور الأحوزة عندما قام النظام السابق بتجفيف الأهوار العراقية بقى المكان الوحيد اللي حافظ على التنوع الأحيائي اللاندسكيب العراقي، ولكن للأسف الشديد اليوم تقريبا هور الأحوزة أصبح جاف بشكل كامل. نعم. وكذلك الأهوار الوسطى الآن نسبة الجفاف بها تجاوزت 90%، أصبحت فقط الممرات المائية يجف فيها مياه، بالإضافة إلى جفاف مساحات كبيرة من هور الحمار الغربي، ما تبقى إلا جزء بسيط من هور الحمار الشرقي اللي هو يعتمد على ظاهرة المد والجزر. للأسف الشديد وضع الأهوار الآن حرج جدا وخطر، سوف الأيام القادمة سوف تكون قاسية بالقاسية جدا على سكان الأهوار وعلى قطاع الثروة الحيوانية. نعم. وبالخصوص قطاع الجاموس. نعم. أستاذ رعد، شنو اللي تغير لما دخلت الأهوار إلى اليونسكو؟ هل هناك تغييرات إيجابية صارت يعني، وكنا فرحنا وكانت احتفالات في السوشيال ميديا ومختلف المحافظات العراقية أنه الأهوار دخلت إلى اليونسكو راح تنحمي دوليا، شنو اللي تغير؟ بالحقيقة يعني راح أجاوبك بشقين. أول خطوة اللي هي تم بيها دخول الأهوار، هناك فرق من منظمات مجتمع مدني ومن الحكومات المحلية استخفل السكان الأهوار وأوهمتهم بوعود وإنجازات ومشاريع في حال انضمام الأهوار للتراث العالمي، وللأسف الشديد كل هذه الوعود والمشاريع اللي تم وعد بها سكان الأهوار لم تتحقق على أرض الواقع، بل بالعكس الشديد منذ انضمام الأهوار للتراث العالمي لحد الآن لم تتخصص أي ميزانية لسكان الأهوار أو لمنطقة الأهوار. شنو الوعود؟ زاد تم قطع ميزانية، قبل في السابق كان أكو ميزانية اسمها ميزانية تنمية الأقاليم وإنعاش الأهوار، تم قطع هذا الميزانية بالكامل. منذ انضمام الأهوار للتراث العالمي لحد الآن لم ينفذ أي مشروع استراتيجي من دور النهوض بواقع الأهوار وتوفير ولو الشيء البسيط من استدامة لسكان الأهوار. للأسف من عام 2003 لحد الآن منذ رجوع الأهوار في كل موسم صيف سكان الأهوار يعانون وينفق الجاموس وكذلك تنفق الأسماك ويفقدون مصائد رزقهم، جزء من عندهم هجرة داخلية وقسم من عندهم يتركون المحافظة ويهاجرون إلى محافظات أخرى. نعم. لحد الآن لم نرى حلول حقيقية على أرض الواقع من دورها توفر بنية تحتية حقيقية تحافظ على سكان الأهوار داخل هذه المنطقة.
كل هذه المشاريع اللي من دورها تحافظ على سكة الأهوار لم يتم تنفيذها، وانضمام الأهوار للتراث العالمي لم يعد بأي نفع على سكان الأهوار وعلى منطقة الأهوار، بالعكس اليونسكو منظمة ضعيفة جدا. أنا يعتبر انضمام الأهوار للتراث العالمي هو إضافة لليونسكو وليس إضافة للأهوار طبعا. ولم نشاهد أي موقف حقيقي من اليونسكو في مؤتمرات عالمية في الضغط على دول كتركيا وإيران. يعني للأسف الشديد موقف اليونسكو موقف خجل جدا، وكذلك موقف المنظمات الدولية اللي مساندة اليونسكو بالحفاظ على المواقع الطبيعية. نعم طبعا أحبة المشاهدين، اليوم لما نتكلم مثلا أنه أعلى سلطة تنفيذية وهي رئاسة مجلس الوزراء، يعني حقيقة دائما نتكلم بموضوع التغيرات المناخية، وحبيت أذكركم الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة. ولكن يعني نعم تفضل. إحنا ما هي الفائدة من أن الحكومة تتحدث عن التغيرات المناخية وكل كلمة لرئيس الوزراء أو للبرلمانيين أو لكل شخصية نتحدث عن التغيرات المناخية، وما هي النتيجة؟ ما الذي فعلناه كي نواجه التغيرات المناخية في منطقة الأهوار؟ يعني في فصل الشتاء، وعلى الحكومة وكل الجهات المعنية على دراية أن الموسم الصيف القادم سوف يكون موسم قاسي وحرج على سكان الأهوار. صحيح. ما الذي فعلناه في موسم الصيف القادم؟ نعم. للأسف الشديد لم نفعل شيء، وتركنا سكان الأهوار والثروة الحيوانية وهذا وكل المصادر الطبيعية لمنطقة الأهوار تواجه المصير الحتمي اللي هو جفاف النفوق. نعم ابقوا معنا استاذ رعد، احنا مستمرين، ولكن خلونا نستذكر الفيديو اللي حقيقة استقبل رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة وتكلم بهذا الموضوع. خلينا نشاهد هذا الفيديو ونرجع نعلق عليه. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، نرجع مع دكتور عمر. دكتور عمر، صارت أكو أزمة، سمعنا أنه موضوع سد النهضة اللي بين أثيوبيا ومصر حوض النيل، عموما دول حوض النيل. مصر استخدمت كل الطرق الدبلوماسية، الآن تقريبا مصر أخذت حصصها المائية وعن طريق اليوم ضغوطات استخدمت حتى الولايات المتحدة بالمفاوضات. العراق اليوم دامع مع الأمين العام للأمم المتحدة، هذه المظلة الدولية المهمة، عندنا مواقع داخلة في اليونسكو. يعني وين يتحرك العراق؟ شو يستخدم العراق لموضوعات التغيرات المناخية، موضوعات حصصنا المائية المشروعة؟ طبعا هذا الفيديو اللي طلع للسيد رئيس الوزراء هو هذا خطوة بالاتجاه الصحيح جدا. نعم احنا الوضع العراق يعني لو اشتغل العراق بوحده، يعني بوحده بمنفرد عن المجتمع الدولي، راح تكون يعني التحديات اكثر صعوبه. وجود المجتمع الدولي الى جانب العراق هو خطوه مهمه جدا، مثل ما هو المجتمع الدولي وقف مع حقيه مصر في نعم. المياه العابره. يعني هسه تتخيل اتفاقيات بمعدل الاتفاقية تربطك أو تلزم دول الجوار أنه تعطيك الووتر بوجت أو الحصة المائية الخاصة بالعراق. نعم. وجود المجتمع الدولي حتى وإن كان مراقب مثل اليونسكو وكل هاي التفاصيل وكل هاي الانتهاكات موثقة وطنيا وكذلك دوليا عن طريق المنظمات الدولية، هو طبعا تعتبر ورقة ضغط كبيرة جدا، خاصة إن العراق كسب رأي المجتمع الدولي، راح تبقى يعني راح يبقى الجهة المقابلة في موقف العناد، وهذا يعني دبلوماسية المياه هو موقف ضعيف جدا. لابد أنه يأتي أنه في الوقت أنه يقبل بالتفاوض وأنه ترجع الأمور إلى طبيعتها، طبعا بضغط المجتمع الدولي، لأن نعم. الدول لا تستطيع أن تعمل بمفردها بعيدا عن المجتمع الدولي. فمثلا اتفاقية اليونسكو، طبعا اليونسكو حاليا كثير من انتهاكات صارت بسبب تجفيف الأهوار هي كلها موثقة، يعني كلها موثقة لدى اليونسكو، فهي وإن كانت تعمل كجهة رقابية فهي أيضا تعتبر ورقة ضغط موثقة تماما إلى دور العراق في مطالبة بحقه في الحصة المائية من دول الجوار. نعم أنتقل للأستاذ رعد. أستاذ رعد الأسد وياي؟ نعم أسمعك. نعم أستاذ رعد، أريد موضوع، يعني هل اليوم الأهوار راح بس نطق صور يمها بس بالشتاء وبيام الربيع وبالصيف تنسي ولا حد يتذكرها لو شيء؟ يعني تتوقعون استمرار هذه القصة اللي كل سنة نلقى اليوم المواطنين السياح الأجانب يجون بالربيع ويجون بالشتاء، ولكن بالصيف ترجع المناشدات مثل كل سنة، وين الحكومة وليش ما يماك وليش هاي الأمور؟ يعني الحل النهائي شنو؟ أنت متخصص بهذا الموضوع، الجهات المختصة هل تكلمتوا معاهم؟ أكو حلول مستقبلية لهذا الموضوع؟ اعتقد موضوع التغير المناخي هو مو بس جفاف، ممكن يكون هناك فيضانات في الشتاء. نعم.
التوقعات أن السنوات القادمة ممكن يكون هناك فيضانات، ولكن للأسف الشديد إحنا ما جاي نستفيد من لا من موسم الفيضان ولا من موسم الجفاف، لا من موسم الجفاف ونخطط أنه كيف نستخدم مصادر البديلة لتوفير حصة مائية، ولا من موسم الجفاف على مود نخزن كميات كافية تكفينا حتى نتجاوز السنوات الجافة. أنا بس عندي تعليق. نعم تفضل. الآن العراق تقريبا وصل إلى طريق شبه مسدود مع دول الجوار، لماذا لا نلجأ إلى الوساطة الدولية بحكم هناك بعض الدول عندها علاقات طيبة مع تركيا ومع إيران، وجود طرف ثالث من الوساطات الدولية مثل ما استخدمت مصر مع أثيوبيا. نعم. وجود المجتمع الدولي بالمفاوضات مع تركيا أعتقد الآن وجودهم مهم جدا، كون الآن أصبحت مشكلة المياه هي مو فقط الأهوار وإنما هي مشكلة مثل العراق بأكبره، وأصبحت خطر يهدد الأمن القومي العراقي، كون الآن كل مناطق العراق تعاني جفاف. إذا كانت الأهوار وسكان الأهوار يعتمدون على صيد الأسماك وتربية الجاموس، فهناك مثلا محافظات الديوانية والحلة وباقي المحافظات الشمالية يعتمدون على الزراعة. صحيح. فكل مصادر الدخل الآن اللي تعتمد على مصادر المياه أعتقد أصبحت مهددة، وبالتالي الأمن الغذائي والأمن القومي العراقي أصبح مهدد بشكل كامل، وخصوصا العراق يمتلك اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ممكن الاستفادة من هذا الجانب بالضغط على تركيا وإيران من أجل إطلاق حصة مائية، أو ممكن العراق يلجأ إلى المجتمع الدولي أو المحكمة الدولية من أجل التحكيم خصوصا حصة العراق المائية. للأسف الشديد بعض الدول مثل تركيا وإيران يعتقدون أنه مسوين فضل على العراق أنه يعطوا حصة المائية، أو أنه يتعكزون على موضوع التغيرات المناخية أنه الدول هم تعاني جفاف. وأكبر دليل على أن تركيا الآن لا تعاني شحة مائية ولا تعاني الجفاف، عند زيارة السيد رئيس الوزراء نعم. إلى تركيا، تركيا ضاعفت الإطلاقات المائية من 4000 متر من 400 متر إلى 800 متر، الدليل على أن تركيا الآن لا تعاني شحة مائية، ولو كانت تعاني شحة مائية ما ضاعفت الإطلاقات المائية. نعم استاذ راشد اتوقف وياك مع الدولي والى وساطات دوليه نقطه مهمه، يعني من اليوم التفاوض مع دول الجوار كون نعم. هناك وجود مصالح مشتركه خصوصا المصالح الاقتصاديه والمصالح الامنيه الان مع تركيا، الحدود التركيه العراقيه الان اصبحت هشه امنيا، فيجب على المجتمع الدولي وعلى العراق على وجه التحديد استخدام هذه الورقه للضغط على تركيا وعلى ايران. نعم. اما موضوع الاهوار فاعتقد انه موضوع الاهوار اذا استمر الوضع كما هو عليه الان فالأهوار سوف تكون موسمية، ووضع الأهوار وسكان الأهوار يعني عدد كبير من سكان الأهوار الآن أصبحوا هم خارج الأهوار، وفي كل سنة نفقد عدد من سكان الأهوار، وبالتالي مستحيل أنه تقنع هذا مربي الجاموس اللي فقد الجاموس مالته اللي عنده 50 جاموسة نفقد منهم 20 وحدة وواحدة وباع الأخريات، مستحيل تقنعه مرة ثانية أنه يرجع يربي جاموس أو يمارس الصيد إذا انتقل لمحافظة أخرى. وبالتالي إحنا الآن نعاني مشكلة النازحين من عادتهم إلى مناطقهم، أصبحت مشكلة كلش كبيرة أنه نقنعهم يعيدون إلى مناطقهم. نعم. كيف الآن سكان الأهوار وهم انتقلوا إلى محافظات أخرى؟ المشكلة الأخرى أنه بعض المحافظات العراقية رغم الجفاف الحاصل في مناطق الأهوار والأزمة والشحة المائية ونفوق الثروة الحيوانية ترفض استقبال سكان الأهوار. مثل يا محافظات؟ سكان الأهوار. مثل يا محافظات؟ مثل محافظة كربلاء، محافظة البصرة، باقي المحافظات أصدرت تعليمات بمنع سكان الأهوار من القدوم إلى محافظاتهم. يعني لا يعني أكو أمر اليوم أمر اليوم من المحافظين. يجب أن تكون هناك خطة. أستاذ رعد على محافظة الواقعية وجدية على رعد تسمعني من دورها تحقق الاستدامة لسكان الأهوار وتوفر لهم مصادر بديلة خلال فترة الصيف. أستاذ رعد تسمعني؟ نعم أسمعك. اليوم حتى نخلي المشاهد بالصورة وعلى مود حتى لا احد يزعل من عندنا، اليوم اكو يعني امر من مثل محافظين لمحافظات اللي ذكرتهن انه خصيصا سكان الاهوار ممنوع دخولهم الى المحافظات. نعم نعم اني احنا يعني انا من بني اسد واغلب اقاربنا في محافظه كربلاء هاجروا خلال الفتره، جاي يواجهون صعوبات كبيره جدا، وجود تعليمات من المحافظين ومن الجهات المعنيه لهم اي بطاقات او بطاقه سكن أو أي خدمات تخص المهجرين أو منحهم من القدوم، بالتالي أغلب سكان الأهوار اضطروا يبيعون مواشيهم ويبيعون ممتلكاتهم وأثاثهم وينتقلون فقط بأنفسهم لتوفير العيش الكريم أو البحث عن مصادر دخل ممكن تساعدهم بالمعيشة. نعم أستاذ رعد راح نرجع إليك، وأيضا عندنا أحبة المشاهدين طبعا الفيديو شاهدته بالسوشيال ميديا قبل يومين يشرح التغيرات المناخية بصورة مبسطة ممكن يعني حتى أي مشاهد يفهم هذا الموضوع.
وراح ايضا نعلق على هذا الموضوع، نعلق عليه، نعلق على المؤتمرات اللي تخص المناخ عالميا. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. دكتور يعني شاهدنا هذا الفيديو، واضح جدا بالضبط. المؤتمرات العالمية، نعم، غلاسكو وغيرها، وقادة الدول اليوم من الصف الأول مثل ما قلت أنه تلتقي بهذا الموضوع، هل استفادت البشرية من هذه المؤتمرات؟ وأيضا سؤال آخر حول هذا المؤتمرات، مثل ما نعرف أن الدول الأكثر تضررا لها تعويضات من الدول المتسببة بهذه التغيرات، العراق شو استفاد؟ وين وضعه دوليا بهذا الموضوع؟ طبعا مثلا تخيل حضرتك أنه أكو مشكلة حاليا بينك وبين أي أحد. بداية حل هذه المشكلة يبدأ من خلال الحوار، فيجب أن تحاور أولا وتمتلك القدرة على الحوار، ومن ثم يعني تطالب بالحقوق إذا كنت متضررا. طبعا مثل ما وضح التقرير هو واضح جدا، هو الاحتباس الحراري بسبب يعني CO2 والغازات الدفيئة الأخرى سبب التغير المناخي اللي احنا نسميه بالأنثروبوجينيك البشري. نعم. وناس تنتج لأن هو أسلوب حياتهم هذا، لازم تنتج في سبيل يعني مو تتلبي متطلبات حياة شعوبهم، وناس متضررة اللي هم يعتمدون على ما يسمى بالنيتشر بيس سولوشنز أو الحلول المعتمدة على الطبيعة مثل سكان الأهوار، حياتهم دائما في الأهوار بسيطة ومعتمدة على الطبيعة، يعني مثلا على إنتاج الأسماك، الجاموس، في مناطق العراق الأخرى على الزراعة. صحيح. فهذه الدول ألزمت في اتفاقيات دولية أنه تساعد الدول المتضررة بنسب معينة، بدأت مثلا بالدخول العراق اتفاقية اليو ان اف تريبل سي في فرنسا في باريس. نعم. ومن ثم اتفقوا العالم جميعا أنه يكون عدة حلول، من هذه الحلول أنه الدول اللي هي منتجة للسي او 2 تساعد الدول المتضررة. صح. والعراق هو جزء من الدول المتضررة، لذلك فهو صاحب الادعاء يحتاج إلى مساعدة دولية. العراق حاليا يحتاج إلى أكثر من 233 بليون دولار على مود يبني القدرة التكيفية مالته يعني المتضررة من التغير المناخي. وكذلك اتفقوا على أنه هذه الدول بالإضافة إلى معدلات المساعدة أو يسموها بالcontribution to climate change أيضا يحاولون أنه يخفضون نسبة إنتاج CO2. نعم. إلى 2 درجة حرارة عالمية، يعني إلى درجتين مئوية. في مؤتمر غلاسكو الأخير طرح بعد كثير من النقاشات أنه العالم نوعا ما فشل في عمله في هذه النسبة، لذلك عاد الاتفاق مرة ثانية أنه تخفض إلى 1.5. طبعا أيضا أيها الأخوة لطموحات عالية جدا، من تخفض درجة حرارة الأرض إلى نص درجة مئوية، هي معادلة يعني درجة ونص تصبح نسبة درجة ونص تصبح يعني معادلة يعني يحتاج إلى جدية في التحقيق، لأنه هذه النسبة نسبة بيئية أو بنسبة يعني محيرة جدا. نعم. مهمة جدا. نعم. فهذا الموضوع يعني هذا الموضوع حاليا الاتفاقيات الدولية، طبعا هي عدة اتفاقيات من 1980، يعني اتفاقيات ريو منها من اتفاقيات تخص التغير المناخي ومتعلقة. هو الأخير صار بمصر كوب في شرم الشيخ. شرم الشيخ. نعم. نعم نعم. أي قبل غلاسكو. قبل غلاسكو. نعم. 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 أكو عدة مؤتمرات، المؤتمر الأخير في غلاسكو صار هو آخر تجمع لدول الأطراف. فهذا اللي صار بالاتفاق على أنه تخفض إلى 1.5، وحاليا جدل كبير فيها. معايير أو تصنيفات موضوعة التعويضات على أي طريقة يعني؟ هذا طبعا يعني مثل العراق إيش قد محتاج شون يعني؟ هذا طبعا سؤال يعني حاليا يعني يتم النقاش فيه. طبعا اكو صندوق اسمه صندوق المناخ، هذا الصندوق تضع به هذه الدول ما يعادله بالدولار او باليورو. نعم. ويحدد احتياجات الدول بحسب القطاعات المتضرره، فالعراق سوى جرد بما هي القطاعات المتضرره من خلال تاثير التغيير المناخي، وسماها يعني الناب يعني الناشونال ادابتيشن بلان للعراق، وهذه الخطة هي تجمع مجموعة من القطاعات المتضررة من التغير المناخي وكمية المبالغ اللي تحتاجها على مود تعاد يعني رفرشت أو تعاد إدامتها من مرة ثانية من جديد، وقدمت هذه إلى أنه تكون هذه النسبة في صندوق المناخ للدول الكبرى يعني المنتجة للCO2. نعم. إضافة إلى أنه الدول أيضا في تنافس مع بعضها البعض في كيفية الحصول على هذه المبالغ، يعني الدول كلها المتضررة يعني مثلا العراق، سوريا، يعني الأردن. أتوقع أكثر دولة متضررة أخذ التعويضات من كل مصر. لا مصر. نعم. مصر كانت ناجحة جدا. ليش؟ نعم. لأنه حياكة طلبهم، طريقة صياغة الطلب باستخدام المصادر العلمية والمشروعات اللي قدموها، نوعية المشروع، قوة المشروع كان له قبول أكثر.
مثلا يعني اذا انت حضرتك تقدم مشروع مثلا يعالج ما يعني ما يعادل خلينا نقول 20,000 متضرر، بينما ممكن مصر تقدم مشروع محبوك بشكل جيد يعالج اكثر من مليون، فأكيد فالكفه اتجاه. تروح الى هذا الاتجاه. فاحنا نحتاج الان حاليا، وهذا ما تقوم ببرامج الامم المتحده، وهذا اقول لك عليه للدعم الدولي اللي يحتاج العراق، انه بناء القدرات العراقيه في كيفيه حياكه هذه المشاريع بالاستدلال من خلال الارقام، نعم. من خلال جلب القدرات والخبرات الاجنبيه، مساعده الخبره الفنيه العراقيه على تعزيز قدرة العراق في الحصول على هكذا مبالغ تعويضية. نعم، طبعا انتقل للأستاذ رعد الأسدي. أستاذ رعد، بما أنه تكلمت على موضوع تربية الجاموس في منطقة الأهوار، أكو إحصائية أنه شقد خسرنا من الجاموس العراقي؟ هذا المهم جدا. يعني حسب دائرة الزراعة في ذي قار، في عام 2022 فقدنا أكثر من 4800 رأس جاموس فقط في موسم جفاف واحد. يعني واعتقد هاي كارثه حقيقيه. الان مقارنه مع حجم الجاموس بالاهوار اللي بلغ 35,000 راس جاموس، فان النسبه سوف تكون كبيره جدا. ومستوى الجفاف لم يكن بمستوى العام الحالي. العام الحالي اعتقد الوضع سوف يكون كارثي. يجب ان يكون هناك تدخل وخطه من الحكومه العراقيه لحمايه قطاع الجاموس في منطقه الاهوار، وعلى اقل تقدير نتجاوز 3 أشهر القادمه من اجل حماية هذا القطاع الحيوي والمهم واللي فوق يوفر قيمة اقتصادية للعراق ككل ومصدر دخل لسكان الأهوار. نعم، بنظرك كمتخصص شنو الحلول؟ الحلول اللي هاي 3 أشهر نقدر نعديها، نعدي الأهوار إلى بر الأمان. الحلول الآن يعني حلول بسيطة جدا، ممكن يعني حفر الآبار على حول المناطق الأهوار ونصب عليها محطات تحلية مياه تعمل بطاقة شمسية لتوفير مياه شرب للجاموس. نعم. كون الآن مياه شرب الجاموس أصبحت ثقل الكاهل المواطن ومربي الجاموس بالأهوار. يوميا أقل مربي الجاموس يشتري مي ب 50,000 دينار للجاموس مالته على مود يحاول يخلط بين مي الأهوار ومي الأرض. نعم. الشيء المهم الثاني توفير علاجات ضرورية ومهمة لتوفير كوادر بيطرية. للأسف الشديد بوجود 5,000 رأس من الجاموس في قضاء تشبايش في منطقة الأهوار، وجود طبيب بيطري واحد أو اثنين في المركز البيطري أمام هذا الكم الهائل، أعتقد هناك مشكلة كبيرة جدا بنقص الكوادر البيطرية، عدم وجود مياه صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، دعم السكان المحليين في مناطق الأهوار نفسيا ومعنويا وماديا من أجل استمرار بقائهم في منطقة الأهوار، جعل التكيف اللي دائما تتحدث به الحكومة والمنظمات الدولية مطبق على أرض الواقع، وتدريب سكان الأهوار على التكيف المناخي في مواجهة الظروف القاسية التي يمرون بها. للأسف الشديد احنا دائما ما نحكي عن الحلول وعن التكيف المناخي فقط في موسم الجفاف، وعندما يأتي موسم الوفرة نتجاهل ونتناسى كل المشاكل اللي كنا نمر بها، وهذا اللي وصلنا إليه هو تراكمات الأعوام السابقة. صحيح. بعدم وجود هناك مشاريع حقيقية وخطط حقيقية توفر الاستدامة لسكان الأهوار. نعم، طبعا أحبة المشاهدين، أستاذ رعد عند بيج في مواقع التواصل الاجتماعي ينقل دائما صور من الأهوار والحياة اليومية. أيضا عند انتشر قبل 48 ساعة تقريبا فيديو للأستاذ رعد يتحدث عن المآسي الكبيرة اللي تعيشها منطقة الأهوار. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. السلام عليكم. اليوم راح نروح جولة بالأهوار الأستاذ. للأسف بالأيام السابقة كنا نروح جولة بالقارب، اليوم راح نروح جولة سير على الأقدام داخل الأهوار الوسطى ونراويكم معاناة الجفاف ومعاناة سكان الأهوار. تعالوا ويانا. هذا المكان اللي شفيه قبل تقريباً أشهر وقبل سنوات كان مستوى الماء في أمتار يعني أكثر من متر. للأسف هاي الأماكن بسبب الجفاف تغيرات المناخية سوء إدارة في وقت المياه جعلت من منطقة الأهوار من جنة عدن إلى منطقة صحراوية، وهذا اللي تشوفوه قدامكم هاي الاهوار. يعني هواي ناس يقولون مو هذا النهر بيه ماي، يعرف ان مجاري الانهار بقى فيه ماي لان مناطق اعمق، ويعني نسب مالت الغمار مالتها كلش بسيطه، بس الاهوار جافه. يعني خليني اشوف بيوت مربي الجاموس. الاهوار والمشاريع السياحيه اللي احنا كمنظمات مجتمع مدني كحكومات محليه كناشطين شجعنا الناس وسكان الأهوار على أن يبنون مشاريع سياحية بالأهوار، ولكن للأسف خلال فترة الجفاف دول الناس فقدوا
شوف اغلب البيوت تشوفها مهجوره ومفلشه ومدمره بالكامل. هاي المشاريع السياحيه ليش؟ لان مناسيب المي بدت يعني تتناقص بكميات كبيره وسرعه هائله، فاغلب المشاريع السياحيه هي اصبحت مشاريع غير مجديه وغير مربحه، والناس بعد ما يجوا للاهوار خلال هاي الفتره. هاي المنطقه بالكامل اصبحت جافه باستثناء الممر هذا المائي واللي المنسوب مالته يعني اقل المثل. القوارب ما تمشي فيه. قلتكم بالبدايه جولتنا مستمره بالاهوار سيرا على الاقدام. لا قوارب ولا سياحه ولا تنوع احيائي. يعني هاي الحياه انبات هذا النوع من النباتات داخل الاهوار دليل على النفاق ومؤشر جيد. هاي النفاق جاموس في جروها. هو الاهوار الوسطى اللي دائما نحكي عنها ونقول عنها جنه عدن. للاسف الشديد هاي جنه عدن تحولت الى اراضي صحراويه قاحله وهجروها مربي جاموس سكانها. في كل سنه تتحول الاهوار الى صحراء ويهاجرون سكانها ويموت الاسماك وينفقد الجاموس. والحل شنو؟ لحد الان يا حكومه نبحث عن الحل وعن الاستدامه وعن ضمانات لمعيشه سكان الاهوار. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. طبعا دكتور احنا للاسف وقت البرنامج انتهى، ولكن ايضا انت حضرتك عندك برنامج المستكشف على قناه الايام الفضائيه ودائما الحياه البريه والحيوانات التنوع، التغير هذا ايضا ياثر عليها في داخل العراق. اكيد اكيد طبعا اكيد. انا بس اريد باقل من دقيقه بالضبط. نعم. انا اعتذر جدا. ربي يخليك. طبعا هذا البرنامج هو جزء من الوثيقه العراقيه او الارشيف العراقي اللي يوثق تاثير التغير المناخي على التنوع البيولوجي بالعراق، لان هم الناس على ويش قاعدين بالهور؟ نعم. انا اسالك هم الناس ليش قاعدين بالهور؟ حياتهم هاي حياتهم. نعم. حياتهم معتمده على الاسماك اللي هي جزء من التنوع البيولوجي، على الجاموس جزء من التنوع البيولوجي، الطيور اللي مهاجره اللي غيرت مسارات الهجره مالتها وكلها تنوع بيولوجي، هذا كله ارقام بالدولار الامريكي كل سنه ايش قد؟ انا ارجع واكرر انه عندك القدره الاستيعابيه للسدود على مود انا في السبتايتل هو يقول السدود العراقيه، لا هو للسدود التركيه 600 مليار متر مكعب. تخيل انت هاي المناطق من الجف، تخيل هذه المناطق توفر خدمات نظم طبيعيه بالفلوس يعني بالعمله العراقيه وهي العمله عادل العمله الصعبه للناس المحليين. اذا انت عندك 20,000 اكثر من 20,000 مهاجر الى هجره عكسيه الى غير مناطقه، ايش قد تخيل انه خساره بالموارد الاقتصاديه اللي على منطقه الاهوار فقط تحديدا. برايي انه هذه مناطق الاهوار هي اكثر مناطق متضرره وهشه بالعراق كله. يجب ان تعلن ضمن خطه الطوارئ وانه جميع يعني برامج الامم المتحده او على الاقل اغلبها تتوجه الى ما يسمى بمشاريع زياده صمود المجتمعات المحليه، يعني تبقيهم في مكانهم، تزيد قدرتهم على الصمود من خلال مشاريع على الاقل خلال فصل الصيف الحار جدا. كل التحيه والشكر لك دكتور عمر الشيخ الخبير بشؤون البيئه على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. طبعا وحبيت المشاهدين اكيد نشكر الاستاذ رعد الاسد رئيس منظمه الشبايش للسياحه البيئيه ايضا على المعلومات، وربي ان شاء الله يصبرهم ويعينهم اليوم لخدمة السكان المحليين في هذه المنطقة المهمة. إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.